أعد رؤية الرئيس في المنام من الرؤى الغريبة التي قد يشاهدها الشخص في منامه، حيث أنها من الرؤى الغير شائعة، ولكن هذه الرؤية تحمل الكثير من التفسيرات المختلفة والهامة جدا. ويرجع هذا الاختلاف إلى ما شاهده الشخص في منامه، حيث أنه قد يرى نفسه رئيس، أو قد يرى الشخص أن الرئيس أو الملك مريض، أو أنه يقابله في مكان ما، وغيرها من الأشياء الكثيرة التي تجعل من الرؤية أكثر من مغزى. ولكن ولكثرة التآويل واختلافها في حلم الرئيس، وحتى لا نطيل عليكم، سوف نتناول هذه الرؤى على جزئين. ولنبدأ بالجزء الأول من هذه التأويل، وهي رؤية الرئيس ومقابلته في المنام. تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام لابن سيرين. يقول الشيخ محمد ابن سيرين في تفسير رؤية الرئيس في الحلم أنه من الرؤى الجيدة والتي تبشر صاحبها بتغير الحياة للأفضل، وبالآبار السارة وسعة الرزق واتساع الأعمال. أما إذا رأى الشخص في المنام أنه يقتل رئيس الجمهورية، فيعني هذا حصول الرأي على منصب كبير ومهم، أو أنه يرغب في نيل أمر ما. أما رؤية الرئيس في الحلم بوجه ضاحك بشوش، فيدل ذلك على أن الرأي ستعلو مكانته في المجتمع وسيكون معروفا بين الناس. وتدل هذه الرؤية إذا كنت محبا للرئاسة على الوصول إلى أهدافك سريعا ونيل غايتك وتخطي كافة العقبات، وتكون رؤية رئيس الجمهورية دل على النصر في المعارك والظفر بالأعداء وإحراز العديد من الأهداف والحصول على المراد مهما كان الثمن غاليا. كما يذهب ابن سيرين إلى القول بأن رؤية السلطان ترمز إلى الله عز وجل، فإن كان السلطان عابس الوجه غاضبا دل ذلك على ابتعادك عن الدين وانحرافك عن الاستقامة وكثرة الذنوب، وإذا كان مسرورا دل ذلك على رضاه عنك وبشارة للرأي بحسن الخاتمة في الدنيا والآخرة. ولكن في حال أن رأيت الرئيس وكان يبدو مجهولا لك، فهذا يشير إلى القلق من أمر ما يخفيه الرأي عن الجميع. ورؤية رئيس الجمهورية في مجملها من الرؤى المحمودة والمبشرة للرأي بالرزق والخير والبركة في الحياة. أما مصافحة الرئيس في المنام، فيقول ابن سيرين أنه إذا رأى الشخص أن الرئيس يصافحه ويبتسم له دل ذلك على نيل الرأي الكثير من الخير والمنفعة منه. وتدل هذه الرؤية أيضا على أن الرأي سوف يحصل على مكانة كبيرة ويكون مشهورا بين كبار القوم. أما إذا رأى أن الرئيس يتشاجر معه ويرفض مصافحته، دل ذلك على أنه سوف يعاني من مشاكل كثيرة ولن يجد من يقف بجواره فيها. وإن كان الرأي تاجرا ورأى أنه يصافح الرئيس، فهذا يرمز إلى عقد الرأي الكثير من الصفقات والدخول في أعمال كبيرة تجلب له المزيد من الربح. وتكون رؤية مصافحة الرئيس دل على الموالاة والمحبة وتبادل وجهات النظر والسير على نفس النهج. أما إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بالدخول إلى بيت السلطان وكان ساجدا، دل ذلك على أن الشخص الرائي قد ارتكب ذنبا كبيرا ويخاف من عقوبته، وهذه الرؤية تدل على العفو والمسامحة وعودة الأمور لنصابها الطبيعي. أما إذا كان الشخص الرائي غير مذنب، دلت هذه الرؤية على حصول الشخص الرائي على مكانة كبيرة، وإن رأيت الرئيس ينهض من مكانه ويجلسك عليه، فهذه الرؤية ترمز إلى المكانة العالية والعز والوقار وتحقيق كافة ما كان يخطر في بالك. وفي حال شاهدت أن الرئيس تحول فصار شيخا، فهذا يدل على الدنيا والزمان وطورانه وعدم ثبات الأحوال، ويرمز الشيخ إلى الماضي بكل ما دار فيه. أما إذا تحول الملك إلى شاب، فهذا يشير إلى الحاضر، ولكن إذا تحول فصار طفلا أو صبيا، دل ذلك على المستقبل وما ينتظر الرأي حدوثه. كما أن رؤية الرئيس تدل على العظمة والكبرياء وكثرة الحروب والانتصارات وخوض التحديات والظفر بالأعداء ونيل الغاية من بئر الصعاب. أما لو رأى الشخص أن الملك أو الرئيس قد قام بتطليق زوجته في المنام، دل ذلك على عزل الرئيس من منصبه. أما إذا رأى الشخص أن الرئيس يقوم بضرب الناس بالنار، دل هذا على أن الرئيس يدعو الناس إلى الضلال والسحر والبدع والكفر.
وقد يكون طلاق الرئيس من زوجته انعكاس لعلاقة الرأي بزوجته، فيكون ما يشاهده دلا عليه سواء كان الطلاق أو بالتشارك والمحبة مع الزوجة. وتعبر هذه الرؤية أيضا على فقدان الملك وضياع السلطة والهزيمة في المعارك.